لماذا لا تأكل يا باسل؟ أنا لا أريد هذا الطعام. لماذا يا باسل؟ إنه لا يعجبني وأريد أن أشتري طعاما جاهزا. لكن طعامنا هذا صحي ومفيد وفي نفس الوقت غير مكلف. ولكني لا أريد تناوله. عليك أن تعرف أن الأطعمة في الخارج أكثرها غير نظيف، وخصوصا أطعمة الباعة الجائلين. إن الطعام نعمة من عند الله، وعلينا أن نشكر الله على كل ما رزقنا من نعم. وأنت تعرف أننا أنفقنا هذا الشهر كثيرا من النقود على علاج جدتك المريضة، وليس لدينا نقود لنشتري بها هذه الأطعمة الغالية الثمن. إلى أين يا باسل؟ إنك لم تتناول طعامك. لست جائعا الآن. أنا لا أرغب في تناول هذا الطعام ولن أتناوله. أوه، ولكني جائع. ماذا أفعل؟ سوف أفتح حصالتي وأشتري ما أريد. مرحبا يا باسل. مرحبا يا خالد. هل تأتي معي لأشتري قميصا جديدا من المحل القريب من البيت؟ أنا كنت أرغب في الخروج. إذن هيا بنا. سوف أستأذن من أمي. لقد طلب مني خالد أن أذهب معه ليشتري قميصا، فهل يمكنني أن أذهب معه؟ اذهب يا باسل ولا تتأخر. أنا أريد أن أشتري قميصا جديدا مثله. أنت تعلم أنني ليس معي نقود الآن، ولكن أعدك أن أشتري لك ملابس جديدة عندما يتقاضى والدك راتبه. حسنا يا أمي، سأنصرف الآن. إن رائحة الطعام شهية. بالفعل، ما رأيك أن نشتريه؟ أنا أريد شراء هذا الطعام وقد أحضرت معي النقود، ولكني متردد لأن أمي قد حذرتني من أطعمة الباعة الجائلين. ولكنها لن تراك الآن. كان من واجبي أن أساعد أبي وأمي بهذه النقود التي ادخرتها لتعينهم على نقص النقود معهم. ولكنك جائع ورائحة الطعام لا تقاوم. رائحة الطعام رائعة وأنا جائع، وقد حذرتني أمي من طعام الباعة الجائلين. فهل أشتري الطعام وأدفع النقود التي ادخرتها، أم أرجع إلى البيت وآكل طعام أمي وأحمد ربي وأشكره؟ ماذا أفعل؟ ها؟ ما هذا؟ علي أن أجد حلا لهذه المشكلة. وجدتها، سأختار هذا الحل. إنني جائع والطعام الذي أعدته أمي لا أحبه. حسنا، سأشتري الطعام الذي أريده. ها، ماذا قررت يا باسل؟ سأشتري الطعام. حسنا، إنه لذيذ. بالفعل إنه شهي جدا. هل أعد لك الطعام يا باسل؟ إنك لم تتناول طعام الغداء. لا، ليس الآن. بطني تؤلمني. ماذا بك يا باسل؟ ماذا أكل باسل اليوم؟ إنه لم يتناول شيئا. هل تناولت طعاما من الخارج يا باسل؟ نعم، لقد تناولت طعاما من أحد الباعة. إنما تناولته من طعام مكشوف وغير صحي، تسبب لك في بعض الأمراض وهذا الألم الشديد. وهل سأظل راقدا في الفراش؟ نعم، لمدة أسبوع، ولن تتناول إلا الأطعمة الخفيفة التي سأكتبها لك. وسأحرم من الطعام الذي أحبه. إنني أستحق هذا العقاب. رفضت تناول الطعام في البيت ولم تكتفي بما قدمت لك ولم تشكر ربك عليه، وتناولت طعاما غير مفيد. لقد أخذت جزائي. ومن أين حصلت على النقود لتشتري هذا الطعام؟ من النقود التي ادخرتها في حصالتي. كان عليك أن تساهم بها مع أسرتك وتشكر ربك على ما أعطاك. أعرف أنني أخطأت. لو كنت شاكرا لربك على نعمه الكثيرة لما حدث لك ذلك يا باسل. أنا آسف. ها؟ لقد أخطأت، ليتني لم أفعل ذلك. حسنا،
سأجرب حلاً آخر. أنا لا أريد أن آكل من الطعام الذي أعدته والدتي لأنه لا يعجبني. حسناً، سأشتري بجزء من النقود الطعام الذي يعجبني لهذه المرة فقط، وعند العودة للمنزل سآكل من الطعام الذي تعده أمي. ها، ماذا تنتظر؟ رائحة الطعام شهية. هيا سأشتري. لا تأكل يا خالد، إن الطعام غير نظيف. انظر، إنه طعام ملوث وغير صحي. نحن نريد أن نرجع هذا الطعام لأنه غير نظيف. ماذا تقولان؟ ترجعان الطعام؟ ها، أنا لا أرجع أي بضاعة. ولكنه طعام غير صالح للتناول. اذهبا من هنا، ليس لكم عندي أي نقود. ضاعت نقود حصالتي. يا ليتني تناولت طعام أمي واحتفظت بنقودي. لقد أخطأنا يا باسل. أنا جائع يا أمي وأريد الطعام. ولكنه لا يعجبك. لقد عرفت أني مخطئ، وأن الطعام الذي تقدمينه لنا نعمة كبيرة، فهو نظيف وصحي. وكيف عرفت هذا؟ لقد أخذت نقود حصالتي وأردت أن أشتري طعاما من أحد البائعين، ولكني وجدته غير نظيف وضاعت نقودي هباء. يا باسل، من لا يقبل بنعم الله التي أنعم بها علينا ويشكر الله عليها تزل من بين يديه، ومن يشكر يزده الله من نعمه. لقد أخطأت، أنا آسف. ها، لقد أخطأت مرة ثانية. إذن سأجرب هذا الحل. إن هذه الأطعمة غير صحية وربما تحمل كثيرا من الأمراض. سأعود إلى البيت وأتناول طعام الغداء وأحمد الله وأشكره على نعمه الكثيرة. وهناك كثيرون لا يجدون مثل الطعام الذي أعدته والدتي. الحمد لله. ها، هل ستشتري الطعام؟ لا، لن أشتري هذا الطعام، وسأعود إلى المنزل وأتناول طعامي الذي تركته وأعطي مدخراتي لأمي. تفضلي هذا المبلغ يا أمي، أنت في حاجة إليه. ومن أين حصلت عليه؟ إنه من مدخراتي، وكنت سأشتري طعاما به، ولكني تذكرت كلامك وقررت أن أتناول الطعام الذي أنعم الله به علينا. خيرا فعلت يا باسل، بارك الله فيك يا بني. مرحبا يا باسل، لقد أحضرت لك شيئا تحبه. وما ذلك الشيء يا أبي؟ إنها البيتزا يا باسل. معقول؟ شكرا لك يا أبي. إنها لذيذة جدا. لقد أعطاني باسل مدخراته ولم يشتري بها طعاما من الخارج كما كان يرغب. أحسنت يا باسل، وتقديرا لما فعلت سأعطيك الآن نقودا لتشتري الحلوى التي تحبها. هل تقاضيت راتبك؟ بل حصلت على مكافأة في عملي لأنني أنجزته قبل الموعد. وسأعطيك نقودك وسأزيدها لتتعلم أن من يشكر ربه يزده من نعمه. هي، إنه الحل المناسب. هي.